أعربت وزارة الخارجية عن بالغ قلق مملكة البحرين وأسفها إزاء تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في جمهورية العراق الشقيقة. داعية جميع القوى والأطراف السياسية العراقية إلى وقف التصعيد وضبط النفس وتغليب الحكمة والمصلحة الوطنية العليا والمشاركة الفاعلة في حوار وطني شامل وجامع. بما يسهم في تجاوز الأزمة الراهنة واستكمال المسار الدستوري والديمقراطي وتلبية تطلعات الشعب العراقي الشقيق في الأمن والاستقرار والوحدة الوطنية والسلم الأهلي والتنمية المستدامة